الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا هات ندرس موضوع الحرق كظاهر الاسباب، علاش وصلنا لهنا، علاش فقدان الامل هذا، علاش ولا الحل الوحيد تقريبا للشباب التونسي والشباب الجزائري والمغربي هو الحل الوحيد هو الحرقه، ونعرف شنو ينجر عليه الحرقه من ماساه عائليه، من موت، من كوارث. الحرقه موضوع كبير برشا، ومعناها الكلام باش نحكيو على الاسباب سي ملتي فاكتوريال، برشا اسباب تدعو للحرقه والتفاقم الحرقه. باش نبداو واضحين، الحرقه كانت موجوده قبل في تونس لكن بنسب ضئيله وضئيله جدا. معناها حتى كيف كانوا يستقبلوهم، خاصه ايطاليا، احنا كي نحكيو على الحرقه من تونس جينيرالمون الحرقه لايطاليا، دونك حتى كيف كانوا يستقبلوهم كانوا يلقاو غادي نوع من الرفاه، بما انه العدد كان ضعيف. معناها ما يكونش معناها يثقل كاهل الدوله الايطاليه، يثقل كاهل اشقائنا في ايطاليا. هذا تحكي قبل 14 جانفي، نحكي لك قبل 14 جانفي 2011. لكن بعد 14 جانفي 2011 وفي العشرية السوداء هذه، مع النوسيون نتاع الياس اللي تفاقمت، الياس منين يجي؟ الياس مثلا كيف تخرج نقابه اجابه نتاع التعليم العالي وتقول لك راهو فما اكثر من 6000 عنده شهاده عليا وبطال ماهوش يخدم، دونك فما ياس كبير يتزرع ويتخلق في النفسيه نتاع المواطن التونسي. حتى موضوع الشهائد المضروبه به هنا جايين، وموضوع هذاك موضوع ابار، وتو فما قاعده الدوله تتحرك فيه بشكل كبير برشا ان شاء الله في الاتجاه الصحيح بركه. معناها ان شاء الله به دونك المواطن التونسي والتلميذ التونسي اللي عمره 18 عام و20 عام والطالب التونسي يقول لك انا ابريتو باش نقعد نقرا ونعمل خمس سنين بعد الباك، بعد باش نلقى روحي من غير خدمه، باش نلقى روحي بطال، ضيعت سنين عمري الكل، عائلتي تكبدت، المصاريف نتاع قرايتي الكل تكبدت، المسار هذا الشاق الكل، كي نحكيو على خمس سنين بعد الباك وست سنين بعد الباك مش شويه، راهي ناس معناها ضحات بالغالي والنفيس، ناس شعرها شاب بالقرايه، ناس حذرت وتعبت وما جاهدت وباش توصل معناها وباش تفرح والديها وباش تاخذ شهاده عليا، مش باش يقعد بطال. دونك الاحصائيات اللي موجوده هذه وعدم قدره الدوله على تشغيل كفاءاتها، هذا سبب مباشر من اسباب الهجره غير الشرعيه والشرعيه كيف كيف. راهو نحكيو كيف كيف على هجره شرعيه وهجره الادمغه وباراليل. انت عندك لهنا الدوله التونسيه تخرج في اكثر من في كل بعثه اكثر من 500 طبيب تونسي من مختلف الاختصاصات للاوروب وللخليج، دكاتره اي هذم شنوما هذم ما حاشتاش بهم الدوله التونسيه، شو تصرف عليهم؟ وبعد نقولوا سبيطاراتنا ما فيهاش اطباء، ومن بعد نقولوا جامعاتنا ما فيهاش اكفاء، ومن بعد نقولوا الكلام هذا، هاي الدوله ماهيش مستثمره فيهم. انت كي ما توفرلوش الارضيه وكي ما تركروتيش وكي ما توفرلوش الماتريال في المستشفيات الداخليه وغير الداخليه، منين باش يخدم لك الطبيب التونسي؟ انت كيف طبيب يقرا 8 سنين و 10 سنين و 12 عام، ونعرفوا الاختصاصات الطبيه راهي تقعد حتى 18 عام بعد الباك، معناها انت يقرا لك هذا الكل ويخلص في مليون ونص ومليون و700 وزوز ملايين، طبيب يعمل 17 عام بعد الباك ما يساعدوش انه يقعد لك في تونس، سي ليجيتيم انه يخمم شرعي انه يخمم باش يهاجر من البلاد هذه. اذا البلاد هذه ماهيش موفره لكفاءاتها المستلزمات الاساسيه وباش تشجعوا انه يخليه يقعد. هذا بالنسبه لهجره الادمغه، هذا بالنسبه لهجره الادمغه لما تفاقمه في مجال الطب، في مجال الصيدله، في مجال الهندسه، في عده مجالات اخرى اللي هي مطلوبه في تونس باش نرتقيوا بتونس. بالنسبه للهجره غير الشرعيه، راهو كيما حكيت على الدوله وانخراط الدوله في انه معناتها هي السبب المباشر في انها خلقت حاله الياس لدى المواطن التونسي ولزته انه يخرج، راهو حتى المواطن التونسي والعقليه نتاع المواطن التونسي عندها دور كبير. علاش؟ لانه نعرفوا احنا المواطن التونسي مثلا في موسم جني الزيتون ب 40 دينار نهار وما يحبش يخدم وهو بطال، مانيش نحكي حتى على اصحاب الشهائد العليا، نحكي على عقليه المواطن التونسي واللي هو يلوج على اللقمه البارده. فوالا دونك سي اون مونتاليتي لهنا، معناها كيما الدوله تاخذ جانب كبير وحيز كبير من المسؤوليه، كيما العقليه نتاعنا كتوانسه عندها دور كبير. معناها يفضل انه يقعد ياخذ دينار مع عند بوه ويقعد يركرك في قهوه عشيه كامله حتى العقبات الليالي، وما يفضلش انه يمشي يجني زيتون خمسه سوايع او سته سوايع في النهار وياخذ 40 دينار في اليوم. دونك حتى جني زيتون ما لقاولوش مالي الزيتون، والدوله ما لقاتش ناس تخدم توانسه يخدموا، هذه كيف كيف راهو حتى العقليه عندها دخل كبير وعندها دور كبير. علاش وصلنا للنقطه هذه؟ علاش وصلنا ان اللقمه البارده وصلنا العباد يعني تحب الربح السريع وتحب الناس ولات متملحه كيف شافوا ناس استكرشت بعد 2011، كيف شافوا اليخوت عند القاده نتاع الحكم والبلاد بعد 2011، كيف شافوا المليارات اللي موجوده في البنوك في سويسرا وفي الاوروب بعد 2011، كيف شافوا ولاد الوزراء نتاع بعد 2011 يقراوا في سويسرا ويقراوا
يقراو في لونجلتير ويقراو في فرنسا وولد الحفيانه وولد الزواليه ما يلقاش باش يقرا حتى في مدرسه ايتاتيك سي نورمال باش يحقدوا باش يلوجوا على اللقمه البارده كيف يشوفوا انت اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فلا تلوم صحي باش تلوم انت على الزوالي اللي قاعد يشوف في ناس عدت 19 عام و20 عام في الحبس كانت تحت الصفر ولات وزراء ورؤساء حكومات وصغارها تقرا في الخارج ولي كونت نتاعهم في البرة سي نورمال هو اللي يخلى العقليه هذه تتخلق عند المواطن التونسي كان تحبوا نحكيوا على الاسباب النفسيه هذا من اهم الاسباب النفسيه والاجتماعيه والايديولوجيه اللي خلت المواطن التونسي بنسبه كبيره من المواطن التونسي يلوج على اللقمه البارده وتو المضحك انه الدوله التونسيه بتم تميمها وعبر اجهزتها الرسميه اليوم تعلن وتتبجح بتضاعف نسبه البطاله شفت الاحصائيه عندها 4 ايام و5 ايام اي بان سي نورمال يا سيد رئيس الجمهوريه ويا سيد وزير الشؤون الاجتماعيه باش نسبه البطاله تطيح البطاله اشترهم كلاه الحوت في البحر واشترهم الاخر قاعد يخرج بمرته وبولده وبيبيات نشوفوا فيهم في الحرقه توا واشترهم الاخر ملوح في الدول الاوروبيه سي نورمال كانوا عندك مقيدين 200 الف بطل باش يوليو عندك مقيدين 80 الف بطل شوف الفلو نتاع المهاجرين اللي قاعدين يخرجوا في هجره غير شرعيه مهم كانوا بطاله هذوك مقيدين في بيرو الشغل دونك انت توكي تعمل احصائيه مش معناها الدوله عملت عمل جبار للحد من البطاله ما خدمتش الدوله ناس الناس هذوك ماتوا في البحر وكلهم الحوت وحرقوا اللي هما توا طيحوا في النسبه نتاع البطاله باش المواطن التونسي يفهم المغالطه الكبرى هذه اللي قاعده تروج فيها بعض الاجهزه نتاع الدوله التونسيه هاو علاش طلعت المنسوب نتاع البطاله طاح لا شفناهم خدموا صلب الوزارات وصلب الادارات وصلب الوظائف لا خلق مشاريع لا شفنا حتى شيء انت